جئناك طالبين، جئناك خاشعين، رحمك طالبين، جئناك. اعتل أمير المؤمنين عليه السلام بالبصرة، فخرج الحسن عليه السلام يوم الجمعة فصلى الغداة بالناس وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: إن الله لم يبعث نبيا إلا اختار له نفسا ورهطا وبيتا، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق نبيا، لا ينقص أحد من حقنا إلا نقصه الله من عمله، ولا تكون علينا دولة إلا كانت لنا عاقبة، ولتعلمن نبأه بعد حين. نتوقف الآن عند كلمة الحفل يلقيها سماحة الشيخ مجيد التوبلاني مشكورا، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. ضاء نور الهدى، حسن مجتبى، طاب من مولدي. الله تعالى هذه أمتي، هذه أمتي حواء عليه السلام، أمتي حواء عليه السلام. يومك علي الحمد والرامي للهادي الصيام، وشهر نور أضعت يا كوكبا، ولدت فضلا فأنت مولى ربيع أهل العباس. نبارك اليوم لي سادة النجبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهنئكم بذكرى مناسبة ولادة السبط الشهيد الإمام المجتبى سلام الله عليه، الإمام الحسن بن علي، في مثل هذه الليلة. ويطيب لي في هذه الوقفة القصيرة أن أتحدث عن محاور انطلاقا من هذه الذكرى. المحور الأول فيما يتعلق بأهمية معرفة ودراسة تاريخ الأئمة عليهم السلام. نحن نعلم أيها الأحبة بأن أئمة أهل البيت كانوا يمارسون الدور الإسلامي لعموم المسلمين. لم يكن الإمام الحسن أو الإمام علي أو الإمام الهادي يتحرك بالعنوان الفئوي، لم تكن تحركاته خاصة بالموالين له بالشيعة، لم تكن التحركات خاصة بفئة محددة، وإنما كانت تلك التحركات تحركات عامة يستفيد منها كل الناس حتى لو لم يكونوا مسلمين. عطاءات الأئمة سلام الله عليهم أجمعين لم تكن تختصر لوقت محدد أو لزمان محدد ولا لأناس محددين، لذلك تجد توجيهات عامة للأئمة عليهم السلام، منها التوجيهات الدينية، منها التوجيهات الخاصة بتربية الإنسان، بالسلوك الإنساني، بالرقي الإنساني، منها ما هو خاص ويتحدث عن جوانب أخرى، حتى الجوانب الصحية والطبية موجود في فكر الإمام سلام الله عليه. لذلك الإمام يمارس دورا واسعا عريضا في تاريخ الأمة.
يطلب إلينا أيها الأحبة أن نكون دائماً مستعدين وعلى استعداد لدراسة حياة وسيرة الأئمة عليهم السلام. احنا عندنا أئمة في الواقع، هؤلاء الأئمة هم كنوز في هذه الأرض. إذا لم نستطع أن نتوفر على مستوياتهم، على أفكارهم، على رؤاهم، على إرشاداتهم وتعليماتهم، فقد خسرنا الكنوز العظيمة التي ادخرها الله لنا. من المهم إذن أيها الأحبة أن نبدأ دراسة جادة لسيرة وحياة الأئمة، سواء كان بالدراسة الموسعة كما هو عند الباحثين والكتاب، أو كانت بدراسات بسيطة تلقي الضوء وتسلط الضوء على حياة الأئمة عليهم السلام، وندرس الناشئة والشباب والفتيان حياة الأئمة وسيرة الأئمة عليهم السلام لتكون لهم نبراسا في الحياة. ما ينقصنا اليوم هو هذا. اليوم أيها الأحبة الكثير منا يجهل حياة المعصومين، خصوصا الأئمة المتأخرين، يعني تحصل الكثير منهم ما عند المعلومات الكثيرة التي تتحدث عن الإمام. فلا بد ما دمنا ونحن نعيش في ذكراهم سلام الله عليهم أجمعين أن نسلط الأضواء على ذلك. يسألني بعض الإخوة يقول احنا في بعض الأحيان حينما نزور نجد في روايات الزيارة عند أهل البيت، حينما نزور مثلا الإمام الرضا، الإمام الحسين، نجد الروايات التي تحث على عملية الزيارة تشترط شرطا مهما في قبول الزيارة. ما هو هذا الشرط؟ من زار الإمام عارفا بحقه. كيف نعرف حق الإمام؟ وكيف نستطيع أن نتعرف على حق الإمام؟ في الواقع عارفا بحقه ينحل إلى أمرين مهمين. الأمر الأول أن نتوفر على معرفة الإمام معرفة كاملة لنتحول إلى أنفس كاملة من خلال الإمام، لأن الأئمة عليهم السلام هم قدوة لنا، وكما أن رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة لنا، كذلك الأئمة وهم خلفاء رسول الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عارفا بحقه يعني معتقدا بإمامته سائرا على رؤاه وعلى منهجه. ما قيمة أن أذهب لزيارة الإمام الرضا سلام الله عليه وأقف على مرقده الشريف؟ يمكن أنا معتقد بإمامته ولكنني بعيد عن روحية الإمام، عن فكر الإمام، عن عطاء الإمام، لا يمثل شيئا. أقف على قبر الإمام الحسن سلام الله عليه، على تراب ذلك القبر، وأزور الإمام من بعيد، لا أصل إلى قبره، ولكنني أعيش مع الإمام، يعيش الإمام معي في كل يوم كفرد من أفراد مجتمعي، أحس برقابة الإمام، وأحس بسلوك الإمام، وأحس بمبادئ الإمام تتجسد أمامي وأجسدها في الحياة. فمعنى ذلك بأنني بالفعل أرى أحقية الإمام وحق الإمام. بهذا المستوى أيها الأحبة ينبغي أن نتعامل مع الأئمة عليهم السلام. المحور الثاني، ونحن نتكلم عن المعصومين سلام الله عليهم، ونحن نتكلم عن الإمام الحسن في مثل هذه المناسبة، قد نجد في دراسات الباحثين أمرا مهما، هو أن نعرف بأن أدوار الأئمة عليهم السلام مختلفة. يعني يجي الإمام الحسن فيلجأ إلى الصلح، ويأتي الإمام الحسين فيحمل السيف ويقاتل، يأتي الإمام الباقر والصادق فيتخذ من الأسلوب العلمي أسلوبا في الممارسة،
وينأى بنفسه عن السلطة، بالرغم أن عصر الإمام الصادق عصر الاضطرابات السياسية ما بين الدولة الأموية والعباسية كان فرصة أيضا أن يكون هناك دور سياسي مباشر إلى العلويين وإلى الهاشميين. الإمام نأى بكل ذلك وابتعد عن كل ذلك. تأتي للأئمة المتأخرين يمارسون أدوارهم أيضا في الحياة بشكل أو بآخر. ما نريد أن نقوله بأن الأئمة عليهم السلام يمثلون وحدة هدف وتنوع أساليب. الهدف واحد، هو أن يصل المجتمع الإسلامي إلى التكامل، وأن يتعرف الناس على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى رؤاهم التي تجعلهم في حيز خط الإمام وخط المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. قد يكون ذلك من خلال سلوك ثوري، فيقوم الحسين سلام الله عليه ليعلن واقعة كربلاء. قد يكون ذلك الهدف يمكن أن يتحقق من خلال صلح، فيأتي الإمام الحسن ليمارس عملية الصلح. فنجد عدة أدوار لعبها الأئمة عليهم السلام وأداها الأئمة في تاريخهم، ولكن الهدف هو الهدف الواحد. الإمام الحسن يريد مثلا أن يوصل لنا رسالة من خلال صلح الإمام الحسن، يريد أن يقول للناس ليس مهم من يحكم، قد أكون أنا على سدة الحكم كإمام وقد يكون غيري، ولكن أكتب في الشروط بأن يكون المعيار هو كتاب الله، هو سنة رسول الله، وأن الهدف هو الإصلاح في الناس والبناء في الناس، وبالتالي فإن السلطة في رأي الأئمة ليست هي المهمة، وإنما المهم الوصول إلى الهدف من وراء هذه السلطة. الإسلام يعطينا مثال واضح جدا في هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وآله يأمر أصحابه في بداية الدعوة في أيام الدعوة الأولى، يقول لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. هذا الملك مو مسلم ولا يؤمن بالإسلام وليس من الديانة الإسلامية وليس تابعا لرسول الله، ولكن كان يتميز بصفة هي هدف الإسلام، وهي صفة العدل والعدالة. ما دام يعيش بأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد، أمر المسلمين أن ينضوا تحت رايته وأن يعيشوا تحت سلطته. هذا التعامل الراقي مع الفكر الآخر يعطي نموذجا للإسلام بأن الإسلام ليس دينا سلطويا، الإسلام ليس دين يريد دائما أن يتسلط على رقاب الناس، وإنما يريد أن يأخذ بالناس إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا بالفعل هو سلوك الذي اتبعه الإمام الحسن. الإمام الحسن تنازل عن منصبه الإلهي كخليفة، خليفة فعلي بين الناس، وإن كان هو من الناحية الشرعية هو الإمام، ولكن لم يسعى للتسلم السلطة، ولكنه أراد من الأمة أن تعيش مع الكتاب الكريم، مع الرسالة، ومع الحق، ومع الدين، وهذا هو هدف الإمام سلام الله عليه. هذا المحور الثاني. المحور الثالث، كيف ندرس حياة الإمام الحسن بالخصوص سلام الله عليه؟ عدة محاور موجودة في ضمن هذا المحور، ولأن الوقت قصير جدا وهذه الليلة الناس كلهم مشغولون بشهر رمضان الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم، فقط نختصر على بعض الأمور. الإمام سلام الله عليه يقدم لنا في تاريخ أو يقدم لنا في تاريخه دروسا نستطيع من خلالها أن نتعلم، أن نسعى إلى التكامل إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام يمارس دوره في الأمة حتى وإن أقصي عن مهمته الرئيسية التي هي الخلافة.
الإمام سلام الله عليه تقول بعض النصوص التاريخية كان يشارك في الغزوات، كان يشارك في الفتوحات، الفتوحات الإسلامية التي كانت تجرى من خلال قيادات أخرى، كان الإمام سلام الله عليه الإمام الحسن والإمام الحسين يشاركون في مثل هذه، يشاركان في مثل هذه الفتوحات، مما يعني بأنه ليس مهما أن أكون في السلطة لأشارك، وليس مهما أن أكون على رأس العمل ليكون لي دور في الأمة، يمكن أن يكون هناك أدوار في الأمة لأناس بعيدين عن موقع الضوء، بعيدين عن الفوكس، بعيدين عن الأضواء، فهم يتحركون من مستوى مسؤوليتهم الدينية والعقائدية. مؤمن آل ياسين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا عايش في آخر المدينة، المرسلون الثلاثة ما أرسلوا لي مسج وقالوا لي تعال انصرنا، تعال قول كلمة حق، ولا أحد دعا، ولا يمكن أحد يعرف بأن هذا يتبع ما يتبعه هؤلاء المرسلون، ولكنه رأى من ذاته، من شخصيته، من إحساسه، من داخله بأن عليه مسؤولية كلمة الحق، وأن يعلن كلمة الحق، وأن ينصر المرسلين في هذا الأمر. فخرج يزحف وكان مجذوما سقيما، خرج يزحف من أقصى المدينة ليصل إلى هؤلاء القوم ليعلن كلمة الحق، مو يعلن كلمة الحق مثل ما نقول احنا فلتة حجار اكو قريب، لا، من أقصى المدينة من البعيد، يعني في عناء، في تعب، في تجشم. الشيء الثاني، ما كانت كلمة اللي يقولها الإمام مثل ما أنا كلمة اللي ألقيها الآن في هذا المكان، المكان مكيف ومعاد ومريح، كانت كلمة الحق تكلفه حياته، قال كلمته فأعدم واستشهد. هذا المستوى من الإحساس بالمسؤولية كان الأئمة عليهم السلام يمارسون هذا الدور. الإمام زين العابدين وبقية الأئمة يخرجون، كل واحد منهم موزع عطاءات على الفقراء والمحتاجين بين الناس، مو مهمة الإمام ترى، هذه مهمة الدولة، ولكن الإمام يمارس هذا الدور مو بصفته كوالي ولا بصفته حتى كإمام معصوم، وإنما بصفته كإنسان مشارك مؤمن في دولة إسلامية، هذا الذي يمارسه. ولعلك تجد أن الإمام زين العابدين قد وزع مساعدات وإعانات حتى على بيوتات خذلت أباه في كربلاء، وقد تجد منها من ناصر يزيد في كربلاء، لكن مع ذلك كان الإمام لا يبخل على هؤلاء. هذا هو الوعي العام للأئمة عليهم السلام. الإمام الحسن شارك في هذه الفتوحات ليعطينا مثل هذا الدور. الإمام الحسن سلام الله عليه كان ينصح الناس، يعلم الناس، ما كان هناك حالة من الترفع عند الإمام، يدخل إلى الناس يعلمهم، يعلم ذلك الشخص الكبير، الرجل الكبير، يعلمه الوضوء، هو الإمام الحسن، فكان يعيش في ضمن الأمة. الإمام الحسن كان يدلي برأيه في التفسير وفي العقائد، لا كإمام يفرض رأيه على الآخرين، وإنما كان يتحدث كعالم من العلماء، كفاهم من الناس، قد يقبل الناس قوله وقد يرفضه. هذا هو الإمام. يجي واحد يسأل عن بعض الأمور التفسيرية، الآن ما عندي مجال التفصيل، عبد الله بن عمر يعطي رأيه وغيره يعطي رأي، والإمام الحسن يعطي رأي، ما يقول الإمام الحسن أنا الإمام المعصوم وأنا حفيد رسول الله وأنا ابن أمير المؤمنين وأنا ابن فاطمة الزهراء وأنا أعلم بالكتاب، لا، يطرح رأيه كما يطرحه الناس، وعلى الناس أن تختار. هذا هو مستوى الذي نعيشه مع الإمام سلام الله عليه. إذن حينما نتعامل أيها الأحبة، الوقت يداهمنا،
حينما نتعامل مع الأئمة عليهم السلام ومن ضمنهم الإمام الحسن، علينا واقعا أن نقف لنحلل شخصية هؤلاء الأئمة. الإمام الحسن كان بودي في الواضح والواقع أن أتكلم بصورة تفصيلية عن المشاركة الفعلية لتربية الإمام الحسن، كيف رباه أمير المؤمنين، كيف ربته فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه الأمور التي نتلمسها في التاريخ هي التي تعطينا بأن تربية الابن سواء كان إماماً معصوماً أو كان ابناً عادياً من أي ناس من المسلمين يجب أن تمر بأساليب تربوية محددة لينتج إنساناً عظيماً كبيراً منتجاً في المجتمع. الإمام الحسن سلام الله عليه يروي رواية أختم بها في نهاية يعني كيفية تربية الزهراء سلام الله عليها له، يقول في يوم من الأيام في ليلة الجمعة جلست مع أمي ورأيتها تصلي وتقوم في الليل إلى أن انفجر عمود الصبح إلى الصباح، وكانت تدعو للمؤمنين والمؤمنات بأسمائهم. هذا الجانب الاجتماعي عند الزهراء، يعني ما كانت تدعو دعاء عام، لا، تعرف فلان من الناس يحتاج إلى هذا الدعاء، يحتاج إلى ولد تدعو له باسمه، فلان من الناس يحتاج إلى رزق تدعو له باسمه. يعني كان لها تغلغل في المجتمع، تعرف أفراد المجتمع وتعرف شنو تدعو لهم. يقول الإمام أنا سألت أمي الزهراء سلام الله عليها، يقول لها أشوفش تدعين إلى الناس وما تدعين إلى نفسك، فقالت يا ولدي، شوف هذا ضمن الجوانب التربوية، الجار ثم الدار. احنا بالعكس عندنا، احنا الواحد يبدأ أول شيء ببيته، وإذا عنده فضيل يروح إلى جاره. الزهراء وتربية الزهراء تقول لا، تقول الجار ثم الدار. هذه القاعدة هي قاعدة الإمام الحسن، أن أقدم الآخرين، وهي قاعدة أمير المؤمنين، لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. فالجار ثم الدار. ولك أن تسأل وتحلل في هذا النص، يعني كم كان عمر الإمام الحسن حينما كان ينظر إلى أمه وهي تصلي طول الليل؟ يمكن ما يتجاوز 5 سنوات. ولماذا تترك الزهراء ابنها ساهرا معها إلى الصباح؟ من أجل ماذا؟ أن تزرع في نفسه حب العبادة، تزرع في نفسه روحية التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالتربية التي تلقاها الحسن هي التربية أيضا التي ينبغي أن أتلقاها وأن أعطيها إلى أبنائي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين.